دكتور هشام، يعني حبينا نتكلم على مسألة التنمية. احنا النهاردة في ظل فيروس كورونا المجتمعات انغلقت، اتقفلت، الاقتصاد وقف، شلل على مستوى العالم، شلل اقتصادي، مشاريع عملاقة توقفت. لكن في مصر الوضع كان مختلف، كل يوم مشروع جديد، كل يوم تنمية بتحصل على أرض مصر. خلينا نتكلم النهاردة على قطعة يمكن هي في قلب الوطن، سيناء. النهاردة شفنا على مدار الفترة الأخيرة مشاريع كثيرة بتحصل في أرض سيناء، زي البنية التحتية، زي البترول والغاز والطاقة، في كل القطاعات اللي موجودة في الدولة. اهتمام الدولة بتنمية سيناء من وجهة نظر اقتصادية. خلينا نقول في البداية على أنه المواقف الصعبة مهم أنه يقابلها قرارات صعبة، قرارات جديئة. يعني بيقاس دايما المسؤولين باتخاذ القرارات الصعبة في التوقيتات الحرجة. أتصور أنه يحسب لي الحكومة المصرية بجملة ما يحسب لها من قرارات اتخذ، سواء كان في إطار برنامج الصرف الاقتصادي، يحسب لها عدم غلق النشاط الاقتصادي وقت جائحة كورونا. وده اللي الحقيقة فطن إليه تقريبا معظم دول العالم اللي أغلقت النشاط الاقتصادي. وإذا كان جائحة كورونا بتؤثر على بعض الفئات، مؤكد غلق النشاط الاقتصادي بيؤثر على كافة المواطنين، وبالتالي عدم غلق النشاط الاقتصادي كان قرار صائب. مش بس عدم غلق النشاط، لكن كمان كافة المشروعات اللي كانت الدولة بتقوم بيها مخططاها بدأ العودة فيها بقوة. وإحنا مش بس على الأطر التنفيذية، لكن كمان بنشوف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا بشكل أسبوعي بينزل يتفقد كافة هذه المشروعات على أرض الواقع بدون مسؤولين. يعني هو بينزل نفسه بيشوف حجم العمل والإنجاز، وبالتالي دي رسالة لكافة المواطنين مش بس المسؤولين أنه إحنا بنشتغل، المجتمع لن يتوقف. وبالتالي المشروعات القومية اللي بالتأكيد تنمية سيناء عنصر أساسي فيها، لأنه إحنا استوعبنا تجارب ودروس وأخطاء عقود طويلة أنه النمو يأتي من قطاع أو اتنين. إحنا حالياً بنتحرك في التنمية، والتنمية مش بس من كل قطاعات النشاط الاقتصادي، لكن كمان من كل أقاليم مصر. مؤكد أنه التنمية في المحافظات الحدودية كانت بتحظى بنصيب هام في الوقت الحالي. بنتكلم على التنمية في سيناء، بنتكلم على تنمية جنوب الصعيد، بنتكلم على مطروح، لأنه الدولة أيقنت تماماً أنه ترك المحافظات الحدودية البعيدة بيكون مقطع للفساد والإرهاب، وبتكون بعد إجرامية مش بس بتأثر على ذات المنطقة، لكن بتأثر على المجتمع ككل. مثلا على مستوى قطاع زي قطاع الطاقة في سيناء، هنا بنتكلم على الغاز الطبيعي بيصل لمدينة العريش في شمال سيناء حوالي 29,000 وحدة سكنية، نتكلم في حوالي 17 منشأة تجارية حتى نهاية أكتوبر 2020. كمان في جنوب سيناء شايفين أن توصيل الغاز الطبيعي وصل ل 103 منشأة تجارية وسياحية، أكثر من 3,000 وحدة سكنية. حتى ازدواج خطوط الغاز، ازدواج يعني خطوط الغاز دي في الآخر بتساعد في توصيل الغاز للمشاريع وللمواطنين. والطاقة طبعا هي عنصر أساسي في الاقتصاد. حضرتك شايف هذا التطور ازاي على أرض الواقع؟ مؤكد سيناء مش هتساهم بقدر مهم في التنمية الاقتصادية إلا إذا كانت مجهزة لاستقبال الاستثمار. ومفيش استثمار هياتي إلا إذا كان في مرافق وبنية أساسية جيدة، مش بس العام وعامين، لكن كمان تلبي احتياجات المستثمر لعشرات السنوات القادمة. مؤكد ما يحدث حاليا في سيناء مش وليد اللحظة. احنا نرجع تاني بالذكريات، مشروع قناة السويس الجديدة. صحيح. لما حصلنا على تمويل من أموال المصريين الـ 64 مليار، كان جزء موجه منهم تقريبا في حدود 32 مليار للأنفاق اللي بتربط سيناء بباقي محافظات مصر، وخاصة محافظات بورسعيد وإسماعيلية والسويس. وبالتالي دي كانت نقطة البداية الحقيقية أنه يحدث لفت انتباه مش بس داخل مصر، لكن كمان على المستوى الدولي، أنه قناة السويس كمنطقة اقتصادية أو سيناء بشكل صحيح. عام هتكون محطة ارتكاز أساسية لجذب الاستثمارات اللي هتخدم على منطقة الشرق الأوسط بالكامل. من الواضح أن الاهتمام بسيناء يعني
محاوره كثيره، يعني بنبص نشوف انه البنية التحتية واخدة جانب كبير من الاهتمام، اهتمام الدولة. اتكلم على شبكة جديدة من الطرق والكباري في شمال وجنوب سيناء، بنتكلم على محطات لتحلية المياه، بنتكلم على زيادة عدد المدارس والمستشفيات، محطات الطاقة المتجددة. لكن من اللافت الانتباه هو مشروع زي مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، يعني التنوع في الاهتمام بسيناء واصل ل حتى المناطق اللي لها طابع روحاني. خلينا نشيل لمفهوم الاقتصادات التشغيل لما بتبقى منضبطه بتساعد الدوله انها تنفذ مشروعاتها، بتساعد المواطن انه يجني ثماره الصح. خليني ابتدي بالطاقه بشكل عام والغاز بشكل خاص. توصيل الغاز للمنازل الدوله اسرعت فيه خلال السنوات الماضيه بحكم انه الاصلاحات الهيكليه تمت على قطاع الطاقه بشكل عام والتسعير على الوجه التحديد، وبالتالي مواعيدنا اللي كانت بيتم تهريبها في الخارج تم الاستفاده بها داخليا، والحكومه بدات توجه المزيد من النفقات الاستثماريه لتوصيل شبكه الغاز للمنازل. نفس الامر ما يتعلق بالمشروعات الخاصه بالاسكان، لانه كمان الحقيقه كان في مشكله بتواجه كل محافظات مصر بما فيها سيناء انه ما فيش اسكان يلبي احتياجات كافه المواطنين، مش بس مجرد اسكان عشوائي لكن كمان اسكان يرتقي بالانسان، يرتقي بالمستوى الحضاري للمجتمع. وبالتالي لما نتكلم على تنميه في سيناء يبقى بنتكلم على تنميه حقيقيه، نتكلم على منطقه جذب مش بس ما يتعلق ب جذب فرص عمل او جذب فرص استثماريه لكن كمان جذب لمواطنين للسكن والمعيشه. وبالتالي هو ده التوجه اللي بتتحرك فيه الدوله حاليا في كافه مشروعاتها، والحقيقه كمان يحسب للشقاء العرب ان هم الحقيقه وقفوا مع مصر فيما يتعلق بالتمويلات اللي جايه لسينا. احنا بنتكلم على انه الموازنه العامه للدوله الحقيقه خصص بها رقم كبير لتنميه سيناء، بنتكلم على 250 مليار. كمان الحقيقه التمويلات اللي اتت من الصناديق العربيه ساهمت انه يكون قدر التمويل كافي انه يتم تغطيه كافه سيناء بالمشروعات القوميه، سواء كان كنا نتكلم على الطرق، كبادي، صرف صحي، مياه شرب، اسكان، كهرباء، مشروعات سياحيه، حتى الاهتمام بكل المناطق السياحيه، وحتى مشروع سانت كاترين التجلي الأعظم هو مشروع مهم.